سيد السعادة، يا مجيب الدعوة، يا رفيع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا غفير يا غفير الخطيئات، يا مطيع المسألات، يا قليل التوبات، يا سميع الأصوات، يا عليم الخفيات، يا دفيع البليات. سبحانك يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنذرين، يا خير الموصلين. يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشي المنشي السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده الكتاب. سبحانك يا لا إله إلا أنت، أنت الصراط المستقيم يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان، يا برهان يا سلطان، يا رزوان يا غفران، يا سبحان يا مستعان، يا ذا المن والبيان. يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خزع كل شيء لحابته، يا من انقضى كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقر بالعرزون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل من ملكاته. سبحانك يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجري العطايا، يا واهب الهدايا، يا رزيق البريا، يا قضي المنيا، يا سميع الشقيا، يا باعث البريا، يا مغلق الأرزايا. سبحانك يا لا إله إلا أنت، أنت الإسلام من النار يا رب. يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفجر والبحار،
يا ذا المجد والسنا يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفضل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الأعلى والنعمى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث أرسنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا منيع يا دفيع يا رفيع يا سميع يا نفيع يا سميع يا جميع يا شفيع يا وسيع يا موسي. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث أرسنا من النار يا رب. يا صانع كل منصوب يا خالق كل مخلوقين يا رازق كل مرزوقين يا مالك كل مملوكين يا كشيف كل مكروبين يا فريج كل مملومين يا رحيم كل مرحومين يا ناصر كل مخذولين يا ستير كل معيوبين يا مرجال كل مدعوين. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث أرسنا من النار يا رب. يا عدتي عند شدتي يا رجاء عند مصيبتي يا منيس عند وحشتي يا صاحب عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياث عند قربتي يا دليل عند خيرتي يا عناي عند اقتقاري يا ملجاي عند اضطراري يا معيني عند مفرعي. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث أرسنا من النار يا رب. يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طيب القلوب يا منور القلوب يا عنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم. سبحانك اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل. سبحانك يا دليل المطهرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرحين يا جار المستعجلين يا آمن الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المنذرين يا محب
أحب دعوة المقربون. يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا العن والامان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرحمة والرضوان، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العظمة والسلطان، يا ذا الرعبة والمستعان، يا ذا العفو والغفران. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الرأس الرأس الإسلام النهاية. يا من هو رب كل شيء، يا من هو إله كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو عالم بكل شيء، يا من هو قادر على كل شيء، يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت، العرس العرس الإسلام النهاية. اللهم إني أسألك يا مؤمن يا محامين يا مكوّن يا محوين يا ممكن يا مزين يا معالن يا مخصم سبحانك يا لا إله إلا أنت، الرأس الرأس الإسلام النهاية. يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قدير. سبحانك يا لا إله إلا أنت، العرس العرس الإسلام النهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الرأس الرأس الإسلام النهاية. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافل الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فارق الحب، يا رازق الأنام. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الرأس الرأس الإسلام النهاية. اللهم إني
يا حفي يا رضي، يا زكي يا بني، يا قوي يا ولي. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث أنجسنا من النار يا رب. يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لم يحتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث أنجسنا من النار يا رب. يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك يا لا إله إلا أنت، السماوات، يا جاعل الظلمات، يا راحم العبرات، يا مقلل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضاعف الحسنات، يا ماحي السيئات، يا شديد النقيمات. سبحانك يا لا إله إلا باسمك، يا مصور يا مقدر، يا مدبر يا مطهر، يا منور يا ميسر، يا مبشر يا منذر، يا مقدم يا مؤخر. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث أنجسنا من النار يا رب. يا رب الميت الحرام، يا رب الشهر الحرام، يا رب البلد الحرام، يا رب الركن والمقام، يا رب المشعر الحرام، يا رب المسجد الحرام، يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام، يا رب التحية والسلام، يا رب القدرة في الأنام. سبحانك يا لا إله إلا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أكثر الظاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين. سبحانك يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث أنجسنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك، يا عاصم يا قائم، يا دائم يا راحم، يا سالم يا حاكم، يا عالم يا قاسم، يا قابض يا باسط. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث أنجسنا من النار يا رب. يا عاصم من استعصم، يا عاصم من استعصم، يا راحم من استرحم، يا غافر من استغفر، يا ناصر من استنصر، يا حافظ من استحفظ، يا مكرم من استكرم، يا مرشد من استرشد، يا صريخ من استصرخ، يا معين من استعان، يا مغيث من استغاث. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث
لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يتعب، يا قويا لا يضعف. سبحانك يا لا اله الا انت، اللهم اني اسالك باسمك يا احد يا واحد، يا شاهد يا ماجد، يا حامد يا راشد، يا باعث يا وارث، يا ضار يا نافع. سبحانك يا لا اله الا انت، الغاص الغاص خلصنا من النار. يا اعظم من كل عظيم، يا اكرم من كل كريم، يا ارحم من كل رحيم، يا اعلم من كل عليم، يا احكم من كل حكيم، يا اقدم من كل قديم، يا اكبر من كل كبير، يا الطف من كل لطيف، يا اجل من كل جليل، يا اعز من كل عزيز. سبحانك يا لا اله الا انت، الغاص الغاص خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا Thank you.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله اپنے بیٹے کا نماز پڑھی چکیا اللہ تعالی ان شاء اللہ قبول فرمائے ان شاء اللہ اپنے جتلا اچھی تصویر سے پروانہ ان شاء اللہ ساتھ مری ہے تصویر پس ان شاء اللہ نو سو کی پہلی تصویر ہے آج گرات کا کاٹوانی اسے سن کے پھرے یعنی 70 fois استغفر الله واتوب اليه. Je demande pardon à Allah et je me repens auprès de lui. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله واتوب اليه. 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 استغفر الله Yeah.
واتوب اليك، استغفر الله ربي 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 واتوب اليك. اللهم صل على اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين، 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 اللهم لعن قتلة أمير
أمير المؤمنين اللهم لا تقتل 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 أمير اللهم لا تقتل أمير المؤمنين 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 اللهم لا تقتل أمير المؤمنين
اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين، 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 اللهم لعن قتلة أمير ملعون انسان تجھے نے مولائے کائنات کا ماتا پر ضربت مائی ابنے ملجن نے عذاب میں ودھارو کر پروردگارا تجھے نے دنیا نو سو تھی محال اور عظیم شخصیت نے ماتا پر ضربت مائی آج میرات مولائے کائنات نے شبی ضربت کی رات چھے کئی دیتے آپ رہے اے علی نی مناجات کے جے اللہ نی بارگاہ ماں مولائے کائنات کے لئے آیا چھے مولائی یا مولائی خدانی اورکھان مولائے کائنات کرا گے رہیا چھے اپنے ساتھ مرین انشاءاللہ مناجات امام علی انشاءاللہ ساتھ مرین تلاوت کسونے جارے مولائی آمو انشاءاللہ ان دعانی آسلی دیو جیتی کرنے اپنے بلے ساتھ مرین آدوانا فکرانی اپنے انشاءاللہ زبانوں پر دلاتی شکے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي ولد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا يملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وأسألك الأمان يوم يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلة التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا كلا إنها لظى نزاعة للشواب مولاي يا مولا أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا مولا أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولا أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولا أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولا أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولا أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولا
أعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الراسخ وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتولي والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين مؤمنين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤمنين الكرام سوتي پہلو فریضو آج نی رات نو ای چھے کہ اپرے بدا خداوند کریم نو شکر ادا کرے اینو احسان مانے کہ خداوند امارا جیو بنے گا امارا جیو حقیر امارا جیوا نادان نے تو شبے قدر عطا کیو چھو تو کتلو غفور رحیم چھو تو کتلو ارحم الراحمین چھو انی ہم کتلو موٹو غافل انی کتلو موٹو گنہگار چھو بی
બીજો એક સવાલ ફક્ત તમારી સામે રાખું છું એનો મતલબ તમને મજલિસમાં સમજમાં આવી જશે કારણ કે આપણે અહીંયા બેઠા છે એટલે જરૂરી છે હમણાં સવાલ કરું જે હું સવાલ કે કા રાતના કહીરો હતો કે શબે કદર તો આપને મળી ગઈ આપણે બધા આવ્યા છે શબે કદરમાં માંગવા માટે પણ શા માટે આવ્યા છે શું માંગવા માટે આવ્યા છે અને શા માટે માંગવા માટે આવ્યા છે મદદ કરતા આસાની કરતા કે ગુનાની માફી માંગવા આવ્યો છું શા માટે ગુનાની માફી માંગવા આવ્યો છું મારી રોજીમાં તંગી છે સારી વાત છે માંગવું જોઈએ ભાઈ દુનિયા તો આખિરતની ખેતી છે ખેતી ના હોય શા ના હોય તો ત્યાં ગિલ્ટી ફે તમે કરી શકો છો નહીં દુનિયા નથી તો આખિરત નથી મોમિની છે કે રબ્બના આતિના ફી દુનિયા હસના વ ફિલ આખિરતી હસના પેલા દુનિયા તો રોજી માંગે છે સાંતે માંગે છે સિક્યુરિટી માંગે છે જે ભી માંગે છે સારી વસ્તુ છે કાઈ ખરાબ નથી પણ સવાલ એ છે હું આજે આવ્યો છું ખુદા બંદા મારી રોજીમાં વધારો કર શા માટે રોજી કર ખુદા બંદા મને સિક્યુરિટી અતા કર શા માટે ખુદા બંદા તારી રહેમતો નેમતના દરવાજા ખોલી દે શા માટે એક સવાલ છે જેનો જવાબ હમણાં નહીં આપું ફક્ત વિચારના આપું છું કે આપણે હમણાં જ્યારે આમાલમાં દાખલ થાય ત્યારે વિચાર કરે ભલે મુખ્તસર વિચાર કરે શું કરી રહ્યા છે શા માટે કરી રહ્યા છે આપણે અને બીજું સા સેતેમોમો એક્સેપ્શનલ આજે હમણાં જે મોમેન્ટ છે ને યા ખુદા આજે તો આપણે શબે કદરના ભેગા થાય છે ને ઇમામ મોહમ્મદ બાકીર અલી ઇસ્લામની જિંદગીમાં મળતો જ્યારે કઈ પ્રોબ્લેમ આવી જાય ને વ્યાધિ આવી જાય ને તો આખી ફેમિલીને ભેગા કરતા ઘરવાળી બચ્ચા બધાને આમ ભેગા કરતા અને કહેતા કે હું દુઆ કરું છું તમે આમીન કહો તો કે શા માટે તમે નવા જમાના છો તમને અમારા આમીનની જરૂર નથી પણ એક સિસ્ટમને કાયમ કરવું છે ઇન્ફોસ્ટ્રીમલેસ સિસ્ટમ કયામત સુધી જે લોકો પેદા થવાવાળા છે ને એ લોકોને હિદાયત દેવી છે ઇમામ બાકીર અલી ઇસ્લામ કહે છે કે જ્યારે 40 મોમિન ભેગા થઈને દુઆ કરે છે ને તો એ દુઆ બહુ જલ્દી કબૂલ થાય છે પા દે મે તું સ્વીટ જેવી રીતે નમાઝે જમાતમાં છે ને એકની કબૂલ થઈ ગઈ હું પોતે અહીંયા જવાનોની પછવાડે હતો ખુદા બંદા મારા ગુનેગાર હાથને નહીં જોજે આ જવાનોને જોજે કે આ જવાન જેની પર તું ફખર કરી રહ્યો છું એને બક્ષે છે તો મને કેમ કરતા તું મૂકી દેશે એની સાથે આજે અલહમદુલ્લાહ અહીંયા કેટલા જવાનો છે બચ્ચાઓ છે તમને ખબર છે જ્યારે જવાનો ઈબાદત કરે ને તો ખુદા ફખર કરે છે કે જો આ જવાનીની અંદર બેઠા છે મને યાદ કરે છે એ લોકોની દુઆ પહેલા કબૂલ થાય છે તો આજે અહીંયા આપણે સાથે બેસે સેતેમોમાં એક્સેપ્શનલ હવે આ છેલ્લા અમાલના ભાગમાં હું દાખલ થાઉં છું બાકીના તો પછી જેમ કોન્ટિન્યુ થશે મજલિસ પછી યા પોતાના ઘરે તો કહેવાનો મતલબ એ પોતાના મરહુમીનને નહીં ભૂલતા સિર્ફ ઉપરે અમના ખાસ શહીદ મેરા બાયતુલ્લાહ દસ્તે ગેબ ફરમાવે છે એમ તો દર ગુરુવારના મરહુમની રૂહ રજા માંગીને આવે છે રમઝાન મહિનામાં તો લોકોને દરરોજ રજા મળે છે પણ શબે કદર એ લોકો તો અમને જોઈને ચીસું પાડતા હોય છે એ મારા જીવતા સગાઓ અલ્લાહ તમને સબે શબે કદર આપ્યું છે અમારી પાસે શબે કદર નથી અમે મોકો ગુમાવી દીધા ખુદાના વાસ્તે અમારી વાસ્તે તમે દુઆ કરી આપો ને અમારી બક્ષિશ માટે તમે દુઆ કરી આપો ને આજે આપણા મરહુમીન આપણાથી એ લોકોને ના ભૂલે પોતાના મોમિન ભાઈઓને આપણે હરગીઝ ના ભૂલે ને એની સાથે સાથે છેલ્લો જુમલો બસ કામેરમાં કે અહીંયા હું આવ્યો છો શા માટે હવે આપણે આમ બે રકાત નમાઝ પઢાઈ ગઈ તસ્બી કરાઈ ગઈ હવે કુરાન માથામાં રાખવાનું છે જો હું હમણાં આનો સે કરું ભાઈઓ શબે કદર છે આ નમાઝો નથી પરવાની તો તમારો રિએક્શન શું થશે કઠિન નિર્વોઝિટી આ છે શું શબે કદર બરાબર પણ એનાથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ આપણે મૂકી દીધા એ તમને યાદ છે આનાથી જરૂરી કામ આપણે મૂકી દીધા ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની વસિયત શું છે આજે આપણે ઇમામ અલીને યાદ કરીને રોઈ રોઈને અમલ કરે છે ને પછીની વાત
ઇમામ અલી ને ઝરબત લાગી ગઈ ને ઉપાડી ને ઘરે લાવી દીધા ને હવે વસિયત નો સિલસિલો શરૂ થયો ને બેટા હસન બેટા હુસૈન હું તમને વસિયત કરું છું કહે છે ઇમામ હસન ઇમામ હુસૈન ને મેસેજ અમારી પાસે છે ઈ વસિયત ની અંદર એક ચીજ ઈ બી છે બેટા હસન બેટા હુસૈન બે મુમિનો માં સુલે સફાઈ જરૂર કરાવ છું મન ની શાંતિ માં તો એ દિલ માં જે મેલ છે ને નીકળી જાય પછી ખબર છે શું કહે છે શા માટે ઈ કહે કે બેટા તમારા નાના રસૂલે ખુદા પાસે હું સાંભળ્યો છું બે મુમિન માં સુલે કરાવું આ આખા વર્ષની આ જેટલી આપણે મુસ્તહબ નમાઝો ને બધું પડી રહ્યા છે ને એનાથી બી અફઝલ અને બહેતર છે ટોપ દે ટોપ બે મોમિનના ઘરે મલાવો મન દુઃખ દૂર કરો આપણને શું દુઆ માંગવાની છે આ હું સસ્પેન્સમાં નહીં રાખું અહીંયાથી જ બોલું છું અને ત્યાં મિમ્બર ઉપર બી ઇન્શાલ્લાહ મોકો મળશે ના તો જલ્દીથી આગળ વધી જઈશ આજે આપણે આ સુલેના બારામાં બે વસ્તુ ખુદાવંદા મારા થકી જે બે મોમિન ભાઈઓમાં બે દીદી આવી મારા થકી મારી સાસ મારી બહુ મારો ધણી મારા ધણીના ફામી મારી ઘરવાળીની ફામી મારી જમાત જ્યાં હું રહું છું ખુદાવંદા મારી જબાન થકી જે લોકોમાં બે દીદી આવી ગઈ છે પરવરદિગાર તું એ લોકોમાં એકતાને ભાઈચારગી સુલે અને એની બીજી જે ખાસ કે ભાઈ બીજાના ઘરે તો હું દિયો બારું ને મારા અંદર અંધારો હોય તો આ કઈ જાતની અકલમંદી કે ભાઈ મારી વાસ્તે હું આ દુઆ કરું આપણે બધાય ખુદાવંદા મને બી એવો મોટો દિલ દે મને બી એવો દિલ દે કે હું સુલે ને એક્સેપ્ટ કરું હું માફી કે માફી ને એક્સેપ્ટ કરું માફી લેવું માફી દેવું અને હું આગળ વધીને અલીના નામથી અલીની એક રૂહાની ઓલાદે છાતીથી લગાડું એવી રીતે છાતીથી લગાડું કે મારો દિલમાં બી કોઈ મેલ દુશ્મની ના હોય અને એના દિલમાં બી ના હોય આ છે અમાર થોપ દે થોપ મકસદે ઇમામે સમાના તો ભાઈઓ આપણે દિલથી આ માંગીએ અને જ્યારે અમલ કરો ને એક સવાલ કરો કેટલો ફાઇન રીતે આપણે બેઠા છે અમલ કરે છે જરા વિચાર તો કરો અહીંયા સીન અપ બેઠી છે ઉમે કુલસુમ બેઠા છે હસન હુસૈન બેઠા છે સામે બાબાનો સકરી માથું છે જે પટ્ટી બાંધવામાં આવી ને એ પટ્ટી ની આખી ફેર કુલર ની થઈ ગઈ છે ઝેર પૂરા શરીર ની અંદર ફેલાઈ રહ્યો છે કઈ દિલ થી હસન હુસૈન હાથ ઉઠાવી ને કહેતા છે બી કયા અલ્લા યા તો બાબા અલી ને જોઈ ને રોતા હશે મોમિનીને કરામ હવે આપણે ખુદા તમને કોઈ ગમમાં ના રૂલાવે સિવાય ખમે આલે મુહમ્મદ અલી સલામ આપણે કુરાનનો આમાલ શરૂ કરે છે અને હું પડતો જઈશ તમે રિપેટ કરતા જશો ત્યાર પછી ત્રણ નાની નાની દુઆ છે જે એક કે બે મિનિટ બે કે ત્રણ મિનિટની છે બસ ત્રણ નાની દુઆ એના પછી આજની રાતની મખસૂસ જ્યારતે ઇમામ હુસૈન છે કે જે ઝિયારતે વારસાથી બી અર્ધી છે આટલો જલ્દી ખતમ થઈ જશે અને ત્યાર પછી ઇમામ અલી કેમ આપણે ભૂલી જઈએ જેના નામથી આપણે ભેગા છે આપણા મૌલા છે અને ઝિયારતે અમીનુલ્લાહ પતી જાય તો તમે ઝિયારતની નમાઝ પડતા નહીં ભૂલતા બે બે રકાત નમાઝ પડી લ્યો પછી બહારે જાઓ ને તો તમે યાદ રાખજો કે આજે 29મી શબ છે સિર્ફ ઉપલે બની શકે તો આપસમાં હસવું નહીં બ્લાગ ન કરવું તમે રિપોઝે થઈ જાઓ ચાય પીવું હોય કાંઈ બી કરવું હોય પછી તરત જે મળશે શરૂ થાય જલ્દીથી અંદર આવી જાઓ તું જ સ્વીપ કેમ કે તમે આટલું ધ્યાન રાખજો તમારા જમાનાના ઇમામ એવા વખતે નહીં આવે જ્યારે હું મિમ્બર ઉપર બેસું છું અહીંયા મળશે શરૂ થશે અહીંયા બીબી ફાતેમાની રૂમ આવી અહીંયા વર્ષો શરૂ થશે અહીંયા ઇમામે જમાના આવી ગયા તો આપણા માટે કેટલા દુઃખ અને શરમની વાત હશે ઇમામે જમાના અહીંયા આવી ગયા આપણે નીચે વાતો કરે છે
તમે લોકોને ખપે હું સાવ અર્ધી મજલિસ કરી નાખીશ મને વાંધો નથી થાકી ગયા હો તો પણ સિલ્વું પ્લે નીચે વધારે ના બેસું જેમ શરૂ થાય ઉપર આવી જાય હવે આપણે જે છે આમાલે શબે કદર શરૂ કરે છે અને આમાલે શબે કદર શરૂ કરવામાં આપણે વારિસે અલી અલી સલામને કેમ ભૂલી શકે છે ઇમામે ઝમાન અલી સલામની સલામતીની દુઆ માટે સાથે મળી આપણે દુઆએ ફરજ પડે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا કબૂલિયત મરહુમીની મગફિરત અને બધી હાજાત પૂરી થવા માટે ખાસ બીમારોની શફાયાબી માટે ત્રણ વખત બાવાઝે બુલંદ સલાવત إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأربع وأسماؤك الحسنى وما ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار رضي الله عنه إماما قرار دي جيولوكا جهنم ني آدم نتي بروانا هوي قرآن مجيد نه قوتا نماتا اوپر راكي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته بحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك
ابن جعفر لموسى 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 ابن جعفر بعلي ابن موسى 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 بمحمد ابن علي 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 بعلي ابن محمد 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 بالحسن ابن علي 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 بالحجة ابن الحسن 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 سات ملي باواز بلند صلوات پروردگار واسطہ بحق محمد و آل محمد واسطہ مظلوم امام علی شہید امام علی واسطہ پنجتن پاک زینب و ام کلثوم نی چیخو نا آواز نا واسطہ حسن و حسین نا واسطہ جے وہ لوگ کہیں نہیں آتا بابا آو دیوس جوا پیلا ہم نے موت کے نہ بھی گئی پروردگار ہم نہ سودی ہمارا تجھے بھولو گناہو خطاو بے درکاریو تھے چونکہ جے نے تو معاف کریا آئندہ واسطے ہموں نے نیکی توفیق عطا فرمایا ہمارا مرحومین نہ درجات نے بلندی عطا فرمایا ہمارا مرحومین نہ گناہوں نے معافی عطا فرمایا یہ لوگ
تنی دسترخوان امام حسین اوپر جاؤں نصیب فرما ہر ایک مومن کل مومنین و مومنات عزادار مزارات مقدسہ زائرین کرام نے حفاظت امان عزت کامیابی عطا فرما سالمون نیس نابود ذلیل رسوا تباہ انے برباد فرما ہر ایک مومن نے دنیا نے آخرت نے کامیابی بہتری عزت انے کامیابی عطا فرما ہر ایک مومن نے دنیا نے آخرت نے پستی زلالت گمرائی برائی تھی نجات انے امان عطا فرما بیماروں نے خصوصا جے جوان نو آپریشن تھا وانو چھے پروردگار ہر ایک نے شفا کلی انے صحت کاملہ عطا فرما جنت البقی جنت المعلہ نے فریوار جلدی تھی تعمیری عطا فرما امام زمان علیہ السلام نو ظہور جلدی فرما امون امام زمان علیہ السلام نا ساچا انصار و من شمار فرما مجلس حسین علیہ السلام نی ظاہری انے باطنی برکتو جمع کامیابی نی چاوی چھے جے ہر ایک نے نصیب نتی تھا تھی نصیب داروں نے نصیب تھائی چھے پروردگار ہموں نے یہ عطا فرما ہر ایک مومن پتا نی حاجات مانگے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد هذه ترن ناني ناني دعا شيء બધાય મોમિની ને કરામ બેસી જાય ત્રણ નાની નાની દુઆ છે હું પરું છું તમે બી સાથે પરવાનું ઇન્શાઅલ્લાહ તઆલા ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوء أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعفي قوتي وقلتي حيلتي فصلي على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما آتيتني فإني
عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين. اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك. أبطأت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء. القائد وفي القضاء
الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام. حاجیونو نام لکھائے تو امام مارو بھی نام لکھائے المبرور حجہو المشکور سایہو المغفور ذنوبہو المکفر عنہو سیئاتہو واجعل فیما وتقدر أن تطيل عمري. پروردگار آج بھی رات نا ہماری واسطے لامبی عمر رکھی آپ. وتوسیا علی فی رزقی. پروردگار آج بھی رات نا ہمارا رزق ما ودارو لکھی آپ. ولا تفعل بی અને પરવર્તીકાર અમારી આ હાજતોને પૂરા ફરમા. પોતાની હાજતો દિલ ખોલીને માંગી લ્યો. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. مومنین کرام ہوے سوتھی پہلا امام علی علیہ السلام نا رسپے ما અને આજની રાત એમનો હક બી બને છે. આપણે ઝિયારતે અમીરુલ મોમિનીન ઝિયારતે અમીનુલ્લાહ બને છે. ત્યાર પછી ઇમામે હુસૈન અલી ઇસ્લામની ઝિયારત કે જે હું તમને કીધું આજ રાતની મખસૂસ છે અને બિલકુલ નાની ઝિયારતે વારી સાથી બી નાની છે એને આપણે પઢીએ છીએ. હવે આપણે ઝિયારત દિલ દુઆહે ઇલાહી અઝમલ્લા બલા પરીને ઉભા થઈએ. Thank you.
الله مولا امیر المومنین اسلام نے زیارت چھے بدا روزہ ماں بھی تمہیں پڑھی شکو چھو کوئی بھی جگہ تمہیں پڑھی شکو چھو کوئی بھی تاریخ ہے کوئی بھی دیوست ہے کوئی بھی وقت ہے تمہیں پڑھی شکو چھو آج زیارت نی الگ خوبی چھے انشاءاللہ کیا رکھ بیان تھا سے پن آ امام سجاد علیہ السلام کہی بات چھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما زیارت امین اللہ پر چمارا طرف تھی تمام مومنین کرام نے طرف تھی آپ را بدائے مرحومین نہ طرف تھی سنت قربتان الاللہ آج نیراد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا امین اللہ فی ارض وحجته علی عباده السلام علیک یا امیر المؤمنین اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاده وعملت بکتابه واتبعت سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حتى دعاك الله الى جواره فقبضك اليه باختياره والزم اعداءك الحجه مع ما لك من الحجج البالغه على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنه بقدرك راضيه بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنقة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إنا قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وأبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزللا من استقالك مقالا وآمال العاملين لديك محفوظا وأرزاق قائل الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الظماء مترعى اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعماي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي
وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا، واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق، وأظهر كلمة الحق، واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل، واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. هذه أبرز شبه قدر دي إمام حسين علیہ السلام نے مخصوص زیارت ان جوانوں نے گزارش کریس کہ آج زیارت امین اللہ ہمنا پروا مائے بھی انو ترجمہ تمہیں ضرور وانچو پتا گجراتی ماں فرینچی ماں آنی سپیسیالیتے ہی چھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام انا دادا علی نا قبر سامی اوپارے نے زیارت پرتا تھا کہ اٹلا ماں ایک خارجی دشمن اہلے بیت جے امام علی نا ماتا اوپر ضربت مائے گا ખારજી આવી ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીનની બાજુમાં આવી ગયો ને સાંભળવા કે આ શું કરે છે એટલે ફસાદ બપા કરવાનો મોકો મળે તો ઇમામે સજ્જાદ એને દુઆમાં બદલી નાખા એના માટે તમે પહેલા ભાગ જોશો એક મિનિટ બે મિનિટ એમાં તમે ઝિયારત મળશે પણ ત્યાર પછી જે દુઆના જુમલા છે તમે એમ થશે કે હું આખો દિવસ આમ માંગતો રહું સિર્ફ એટલે ઝિયારતે અમીનુલ્લાહ ઇન્શાઅલ્લાહ તઆલા હવે આપણે ઝિયારતે ઇમામે હુસૈન અલી સલામ આજની રાતની પરું છું મારા તરફથી તમામ મુમિનીને કરામની તરફથી તમામ મહુમિન તરફથી ઇન્નલ્લાહ વ મલાઇકતુહુ યુસલ્લુના અલન નબી યા અયુહલ્લઝીના આમનુ સલ્લુ અલયહી વ સલ્લિમુ તસ્લીમા زیارت امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المومنین السلام علیک یا ابن صدیقۃ الطاہرۃ فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على العظيم في جنبه مغتصبا حتى أتاك اليقين أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان نبي الأمي وقد خاف من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفى لي عند ربك فاشفى لي عند ربك فاشفى لي عند ربك آقا حسين ہماری شفاعت کری اپو اللہ نے بات زیارت شہزادہ علی اکبر السلام علیک یا مولای و ابن مولا و رحمت اللہ و برکاتہ لعن اللہ من ظلمت ولعن اللہ من قتلت وضاعف علیہم العذاب الالیم زیارت شہدائے کربلا
السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون، أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونسعتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين، أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أحسن الجزاء المحسنين، وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. چلو آپ رہے ہمیں سے تباس نہ روزہ مجھائی رہی آجے. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين، لأن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآله.